بطل تشتري ذهب واشتري برتقال، وقبل ما تستغرب ده هيكسبك اكتر. Money Talks. أسعار عصير البرتقال ارتفعت 57%، رقم ضخم بس عادي كل حاجة بتغلى. خليني أقولك إن الذهب مثلاً سجل ارتفاع في نفس الفترة 26% بس، مع العلم إن ده أكتر وقت الذهب غلي فيه في التاريخ. أما لو هتقارن عصير البرتقال بالفضة فالفضة ارتفعت 30%. إذن يبقى لازم نعرف إيه سبب الارتفاع ده. التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة اتسببت في أسوأ موجة جفاف في البرازيل من 50 سنة، وده خلى المحللين يتوقعوا تراجع محصول البرتقال 24% مقارنة بالسنة اللي فاتت، ده بالإضافة لظهور مرض إخضرار الحمضيات في فلوريدا الأمريكية والبرازيل اللي هم أكبر منتجين للبرتقال في العالم، وده مرض بكتيري غير قابل للعلاج، بيخلي طعم الثمار مر وبيدمر الشجر تماماً. ونتيجة للأزمات دي وصلت أسعار العقود الآجلة لعصير البرتقال لحوالي 5 دولار لكل رطل، يعني 3 أضعاف السعر قبل سنتين. يبقى لما تحب تستثمر فكر كويس، ذهب ولا برتقال؟